اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الموعد اخباري جديد ديالنا على قناتكم شوف تي في، واللي غادي نطرقوا من خلاله لابرز حدث لهذا اليوم. عبر المغاربه عن الغضب ديالهم بسبب تصريحات عبد القادر مساهل وزير الخارجيه الجزائرية، واللي هاجم من خلالها المغرب، المغاربه وايضا الجزائريين النشطاء بالفيسبوك وبالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وصفوا تصريحات مساهل بالهلوسه وبالجنون، واكد الجزائريون المتفاعلين على ان مساهل حاول يغطي على ازمه البلاد وقيام بعض الاشخاص المعروفين بنهب ثروات الشعب الجزائري، وهاجم المغرب اللي قدر يحقق انتصارات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والدبلوماسية في القارة الإفريقية. نمشي نشوفوا في هذا الصدد تصريحات بعض المغاربة. رسالة أنا نوجد لي نقول لي بعدا، أول حاجة راك غير كتخربق، والمغرب بزاف عليك، والجزائر تاهي راه بزاف عليك، راه ماشي الناس اللي كاينين في الجزائر كاملين بحالك. والمغرب أجمل بلد في العالم الحمد لله، والتحية للمغاربة كاملين من طنجة للقويرة داخل الوطن وخارج الوطن، وراه هذا هو الشعب الموم والزوين هو اللي كنشوفو أنا في البلاد. ما نكذبش، ماشي زعما غادي نقولو اقتصاد اللي هو بارفي، اقتصاد متنوع، عايشين بالفلاحة بالسياحة بالفوسفات الصيد البحري، اقتصاد متنوع. إلا جينا إلا جينا ندوب السب والششم، راه لالجيري تاهي عندها عيوب ديالها، تا هما اقتصاد يعني اقتصاد ما نقولوا عايشين بالبترول كي امبورتي وكل شيء، وعاد وزير هذا ماشي في المستوى، وزير اللي كيشب سب الشعب شقيق، عنده نفس التقاليد نفس الثقافه نفس العادات، كيجمعنا الاسلام ويسبوا بحال هكا، راه ماشي يعني هذا الانسان، هذا ما كيمثل الشعب الجزائري، الشعب الجزائري خوتنا فهمتيني. كتكذب، قول لي انا الشباب ديالنا هنا قاري مزيان كل شيء خدام مزيان، قول لي دولتكم ما فيها والو، قول لي غير الحسد والبغض علاش جعلك قلتي هذيك الكلمه، وهما كلهم شفاره في الدول الاوروبيه كلهم شفاره. ايوا هذوك الناس راه مسطين بعداك هما قبل كل شيء، الثقافه ديالهم هي هذيك ماشي محلها، والمغرب كبير عليهم، لان في واحد العهد في العهد الحسن الثاني جنرال ادريس بن عمر قال لي 24 ساعه نسير كيلي الجزائر، قال لي الحسن الثاني ومحمد الخامس لا، هذوك افارقه ديالنا كون فضينا معاهم شحال هذه، لان المغرب كبير عليهم. وزير الخارجيه كنقول له هذا الشيء غلط، والحمد لله البلاد ديالنا شبعانه خيرات فهمتي، خاصنا غير نستثمروا في هذا الشيء. وكنقول له هذه الكلمه اللي غادي تقولها، سير ديك الفلوس اللي عندك حاطه في البنكه، سير خدم بها الشباب ودير الاخره، مش قاعد مقابل التعاليق ديالو جاع التراب، هادشي اللي غنقول ليه. المغرب استطاع بحكمة الملك محمد السادس توجيه العديد من الصفعات لأعداء الوطن وأعداء الوحدة الترابية بالقارة الإفريقية، وبالتحديد للنظام الجزائري اللي كيمثلو مساهل اللي فقد الصواب ديالو حسب العديد من المحللين السياسيين، واللي أكدوا كذلك على أن الشعب المغربي والجزائري إخوة وكتجمعهم العديد من الأمور، وتصريحات مساهل ما يمكنش تأثر على عمق العلاقة بين الشعبين. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لنهاية خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.